جهنم شيف صارقة يا بارما. أوف رجلي معضلين كتير. من كم سنة قاطع طبيعي؟ لا تهتمي مع الزمن بتتعودي. بس صعبة كتير يا جانسو. قومي افتحي بتحركي اجراكي. شو الاخبار محمد؟ الحمد لله تمام. وفريحة شلونها؟ تمام منيحة. كيف رح تكون؟ مساء الخير محمد. اجريكي عم يجعوكي ما هي؟ اوف ومعضلين كتير. وانا كمان. خير؟ مع قلبكم شر؟ لا مالنا مرضانين بس لانه بلشنا رياضة. المهم خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. محمد سألتك عن فريحة وما جاوبتني. ايه بس قلت لك منيحة. ايه نحن سمعنا شغلات، شغلة الخطبة و... ايه صحيح فريحة انخطبت. كنا بدنا نعزمكم بس صارت على عجلة. مبروك لكم. شكرا. أكيد مو ناطرة تعليقي على الموضوع. ليش أنا مين بيبعت لي مسجات غير تبعوت الإعلانات؟ بكرة سنوية وفاة أمك. إيه بابا بس أنا نسيت. أنا مثل الغبية رحت لعند الشوفير ونسيت الأسبوعية تبعها. لكن أنا كيف هيك تصرفت؟ كيف هيك تصرفت؟ كيف نسيت؟ جانسو بس ما في شيء اسمه أسبوعية الميت. وأكيد أمك ما كان بدها تحدي عليها أسبوع من كل سنة ما هيك؟ بعدين لا تنسي حبيبتي، يعني الحياة مستمرة. الحياة مستمرة؟ الحياة مستمرة بشكل كتير حلو سينا مخانم، مو هيك؟ مستمرة بس مثل ما انتي بدك. بس اسمعي انتي ما رح تقدري وانا ما رح اسمح لك اصلا انك تدخلي بحدادي وحزني على امي، عم تفهمي؟ اوعك تفكري انك قدرانة تنسيني اياها، سمعتي؟ استني لشوفها.
ميتها. أمي، ما المشكلة؟ هي ما عم تسمح إنه يهدى أساساً. أنت شو عم تحكي يا سينا مخانة؟ قولي لي كيف ممكن تهدي هيك وجع؟ المهم أنا رح أسكت. بالأصل هون المكان مو مناسب ينحكى فيه أبداً. صحيح، عن جد هون مكان مو خرج ينحكى فيه بلوم. أصلاً هون مو المكان اللي خرج إجي عليه، بس كل يوم عم إجي معكن، عم تابعكن أنا اثنيناتكن، وكأنه مالي وجود. اشتقت لك. لا ترى جانسو مبسوطة من جيتي لهم؟ لا، لو اجيت أنا سيئة، ولو ما اجيت أنا سيئة، بس طبعاً أنا مضطرة اجي، لأنه جانسو أبداً ما بتضيع من إيده فرصة أنه تبهدلني، ما هيك؟ جانسو جاي، بكفي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.